أخذنا عدة نماذج من تشريعات تناولت زراعة القنا بالهندي، لا سيما في كندا في اليونان، وجربنا نحن نشوف ما هو ملائم ومفيد مع الخصوصية اللبنانية، وعملنا نوع من مسودة جمعت كل ما هو مفيد وتجنبت كل ما هو لا يتلائم مع الواقع اللبناني. أنا أكيد ضد القانون التشريعي، القانون اللي حطينه هلا، لأن القانون اللي حطينه هلا مش مناسب للمزارعين أهل المنطقة البقاع يعني بالذات، لأنه هون بيعتمدوا أكثر ناس بيعتمدوا على زراعة الحشيش، وهي بالنهاية مش نحن إذا تشرعت مش حنستفيد نحن منها، حنكون قانونية بس ما عندناش ألف بجيبتنا لناكل فيها. يقولها بصراحة لنا إنه يخشى على رزقه المرتبط بحكم الواقع بالتهريب، وإن كان يدرك أن نصيبه ونصيب أمثاله من صغار التجار ضئيل جداً. في البقاع اللبناني أخبرنا أحد المزارعين بأنه يبيع محصول الدنم الواحد بألف دولار فقط.